وفي محافظة المحويت اطلع فريق الأمم المتحدة برئاسة رئيس العمليات لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة جون جينغ والوفد المرافق على الدمار الذي لحق بمدينة كوكبان التاريخية والأثرية من جراء العدوان السعودي الأمريكي. إلى التفاصيل. قام فريق الأمم المتحدة برئاسة رئيس العمليات للتنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة جون جينغ والوفد المرافق له بزيارة إلى محافظة المحويت للاطلاع على التمارين التي لحق بمدينة كوكبان التاريخية والأثرية جراء استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي في شهر فبراير 2016 بعدة غارات جوية لمدينة كوكبان الأثرية وبوابتها وقشلتها التاريخية والتي يعود تاريخها إلى القرن السابع قبل الميلاد مخلفا عدد من الشهداء والجرحى من المواطنين مطلعا على الجوانب الإنسانية والاقتصادية جراء استمرار الحصار الجائر اللي تفرضه دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي منذ أكثر من 400 يوم. A very famous tourist site. Many people around the world have had the privilege to visit here. كوكبان هي وجهة سياحية للكثيرين، وطالما كان هناك الكثير من الناس محبطين لزيارة هذه المدينة، ونحن حزينين جدا لنرى ما حل بها. وهذا دليل آخر على أننا نحتاج ومن الضروري أن يتم إيقاف هذا النزاع حتى تتمكن هذه المدينة من الاستمرار في حياتها، وكذلك حتى يتمكن الناس من إعادة بناء حياتهم من جديد. An opportunity for people to rebuild their lives. السلطات المحلية بمحافظة المحويت أطلعت الفريق الأممي على الأضرار التي لحقت مدينة كوكبان التاريخية ومنازلها الأثرية واستهداف العدوان الطرق والجسور والبنية التحتية للمحافظة وانعكاسات العدوان السعودي الأمريكي الغاشم على الحياة اليومية للمواطنين المتعلقة بانعدام المشتكات النفطية ومياه الشرب وتدهور الخدمات الصحية جراء استمرار الحصار البري والبحري والجوي. الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نرحب بهم في زيارتهم لمحافظة المحويت إلى مدينة كوكبان التاريخية، وجاءوا ليطلعوا على أوضاع المدينة المأساوية التي تعاني منها المدينة من بعد تعرضها للضرب من العدوان السعودي الأمريكي. كل المنظمات الإنسانية، منظمة الغذاء العالمي، منظمة اللواء، منظمة الإغاثة الإنسانية إلى مدينة كوكبان محافظة المحويت، وتم إطلاعهم على آثار العدوان وعلى الدمار الشامل الذي لحق هذه المدينة. إيقاف العدوان السعودي الأمريكي وفك الحصار والسماح بدخول المواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية للتخفيف من معاناة المواطنين ضمن المعالجات المطلوبة من الفريق الأممي لإيصالها إلى المجتمع الدولي. الشعب اليمني يعيش في حالة شبه مستحيلة على مدى أكثر من 400 يوم، واليمنيون ما يزالون ثابتون وصامتون في وجه العدوان السعودي الأمريكي. يحيى اليتيم لقناة اليمن من اليمن محافظة المحويت.